قمنا أثناء الدورية ميدانية بتوقيف شاحنة على متنها شخصان، حيث قام السائق بمناورة خطيرة، وبعد توقيفها تمكن السائق من الفرار وتم توقيف المرافق، وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية هائلة من المشروبات الكحولية. الكمية المحجوزة تتمثل في ما يقارب 7248 قنينة، منها المعدنية والزجاجية بالنسبة للجوعة، و1140 لتر من النبيذ الأحمر ذات قيمة إجمالية تقدر ب 1,159,600 دينار جزائري، حيث قمنا باقتياد الشاحنة مع الشخص المقبوض عليه إلى مقر الفرقة لإتمام إجراءات وجرد البضاعة، وقمنا بإنجاز ملف وتقديمه مباشرة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.